نروح للاهلي بقى. ازاي شفت ماتش امبارح؟ مباراه الجمهور الحقيقه استمتع بشوطها الاول. ما شفناش الاهلي مع سيمبا في تنزانيا قبل كده، وبتكلم ارقام، بيحقق الاداء ده والنتيجه دي اللي كانت ممكن تتضاعف مرتين وثلاثه. والحقيقه يمكن ما كانش حد ابدا يتوقع بدايه سيناريو الشوط الثاني بالشكل ده، واستقبال الاهلي لهدفين في اقل من 5 دقائق. خليني اخد راي كابتن فتحي اجمالا في ال 90 دقيقه، شفت مواجهه الاهلي وسيمبا ازاي؟ يمكن اقول اول ما الفرص بدات تضيع واستشعرت من اللعيبه اللي هم بيلعبوا كيفيه اضاعه الفرصه. اصل الفرصه ممكن تضيع، انت تلعب الكره صح بس ممكن تضرب في القايم، تضرب في العارضه، واحد يجي قدامها وتتحط. لكن ان انا اطلع الكره بره المرمى في وقت انا فيه منفرد كليه، يبقى قمه التركيز بتاعي في الاداء مش 100%. هتقول لي طب ليه؟ لان تسرب ليا احساسي ان الفرقه دي سهله، ان الفرقه دي احنا اقوى منها بكتير، الفرقه دي هنكسبها. ده لو تولد في فرقه النادي الاهلي هذا الكلام هيحصل اللي احنا شفناه. هو الشعور ده لما بيوصل للعيبه بيوصل امتى؟ بيوصل في اول الماتش يعني؟ مرتبط بزمن ولا مرتبط بسكور؟ لا، المفروض ان انا اطمن للمباراه دي بعد ما ابقى كسبان مثلا 3-4-0، ولا ابقى مطمن للمباراه دي ان انا اطلع منها كسبان كده كده لما ابقى كسبان 1-0 وبلعب في الدقيقه مثلا 90؟ اما الاقي 60,000 موجودين بيشجعوا الفرقه دي، والفرقه دي انا ما كسبتهاش قبل كده، لكن انا ومدربي قال لي هذا الكلام. ايوه، وقال ان كعبهم عالي ومش كعبهم عالي والكلام ده، هو ما بيؤمنش بالكلام ده. لكن ان هو اللعيبه تيجي والسيطره والاستحواذ والتحرك والنقل والانفرادات، بيتسرب للعيب ان الماتش خلاص احنا الفرقه دي هنكسبها. بس امتى بيتسرب؟ بعد ربع ساعه تلت ساعه. وعشان كده الاجوال اللي جت، يعني انا عندي 3 فرص مش لاقي لها مبرر. اول فرصه ان اللي هي بتاعت فرصنا اللي احنا احضرناها، طبعا اللي كهربا رقص فيها كويس قوي، اذا مخه حاضر انه رقص، بس هو فرح انه رقصه. فتره الكره اللي لما الباك وده اللي طلعه المدرجات لمه كده تاجر وحطها بشمال، الفرحه دي فقدته التركيز. يعني لما افرح المخ بيفرح. ويمكن كمان عشان بتهيألي يعني انه المهاجم لما بيخلق فرصه وبيبقى قريب قوي من التسجيل بيبقى حاسس انه يعني يلا نحتفل. يعني انا خلاص انا فتحت يعني هو عارف انها هتيجي تاني، وحاسس ان الماتش مش مقفول. فمعنى كمان يرقصوا ترقيصه زي دي، او التصرف اللي عامله من مهاره عاليه جدا، السهل انه يحطه. فانه بيحطها برجله الشمال، عايز بليسنج مش عايز دي بقى لازم اكون كسبان 2 ولا حاجه عشان افكر في اللعبه دي. اللعبه دي مش بالاسلوب ده في التوقيت ده. أيوة. لان ده كان هيبقى اول هدف. يعني ان انا اللاعب الايمن يا كابتن فتحي، اللاعب اللي اعتماده على رجله اليمين اكتر من الشمال، في كره زي دي بكلم يعني بصرف نظر عن كره الكهرباء، في كره زي دي يحاول يحطها بالشمال اللي ممكن عشان هو بيلعب برجله اليمين تبقى مفتقده للدقه في التنفيذ. انا عارف ان الكهرباء بيلعب برجليه الاثنين، بس انا بسال عموما يعني، مش بتكلم على كره الكهرباء عموما. اللاعب اللي بيلعب برجله الشمال اللي بيلعب برجله اليمين، لو جات له كره في حته زي بتاعه كهرباء كده على رجله الشمال، وعارف انه الشمال مش بتنفذ بنفس الدقه وما عندهاش نفس الحساسيه بتاعه الرجل اليمين، يستخدم اليمين ويحطها بوش رجله مثلا في البعيده، ولا يراهن على الشمال وياخد المغامره؟ لا، مش هو ما راهنش على الشمال، هو ثقته ان الترقيصه يعني انه عالي على الفرقه. بنقول اي فرقه لازم تحترمها. حتى لو رقص الراجل هو مش وحش، بس مهارتك اعلى منه. كمل بقى، انت عملت الصعب والاسهل، انك انت ازاي تحطها ببطن رجلك في الزاويه الضيقه، او ازاي هفكر ان انا احطها في الزاويه البعيده، طب احطها في الزاويه البعيده بهذا الاسلوب، السنس مش موجود، ده كره عاليه. حاجه نفس القصه دي حصلت مع بيرستاو. بيرستاو كوره وعلى عدلته وعلى شماله، عنده حلين مالهمش ثالث، لا اما انت هتقطع بيها الشبكه، لا مش عايز اركن ولا كده،
انت وجاب بيهم اجوال قبل كده. أيوة. يعني بيرستاو جاب اجوال لما بيخش وبشماله بيحطها وده بيخش وشماله واحده، فانت عدلتك فالكره جايه لك سهل جدا نجيب جول. بس بتاع التاو ممكن شويه، ممكن يعرفش انا ما نزلتش ارض الملعب، ممكن شويه ارض الملعب تكون اثرت فيها. لا لا لا، اصل هو كره من تحت واخدها يعني مش ارض الملعب ما علتهاش. يعني بقول لو ارض الملعب علتها سنتي واحد، لو علتها، لكن لو هو داخل ممكن توصل. لو كان هيداخل هيشوط، حتى لو علت الشوطه برضه هتروح مش هتلحق تعلى. ولا كنت مع انه يسند المساء او يسندها وهو فاضي خالص. أيوة. ويفكر ويحط. بس برضه كان بيرستاو في الوقت ده طمعان في الجمال مش في الكمال. في جمال، يعني انا عايز اعمل لعبه بجمال. حلوه، طمعان في الجمال، عايز يعني يفنش بستايل زي ما بيقولوا حاجه يعني ما حصلتش. لا يا عم هات لنا جول الاول. ايوه انت ممكن تجيبها كده. نيجي لكهرباء الثانيه. ايوه اللي هي اتعملت بالعرض. الانفراد. الانفراد، انت كهرباء شايف ان الكوره قدامك وبتجري وانت رحلها بخطوات سريعه، بس خطوات مفتوحه. لو جبناها، ما للاسف احنا ما عندناش هنا حق البتاع. أيوة. هنلاقي كهرباء بيجري في الاخر، الكره بعيده عنه شويه، فالكره عنه بعيده. البعد ده بعد خلاص، سنس الكره مش معاه. لكن هو لو راكب الكره سهل كان يحطها. لكن بعد الكره عنه برضه، الكره دي مش عايزه يعني، عايز اوقفها احطها برضه. أيوة. مش لان لوحده، لو شفناها هنلاقي كهربا ما فيش حد جنبه. حتى بعدين الناحيه الثانيه هنلاقي بيرستاو. بيرستاو واقف هناك، يعني حتى لو كهربا سابها كان هيجي، بس بيرستاو بره الموقف. طيب هو انت جوه الجول. صحيح.